طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم بحاول قدر الامكان ان انزل لكم كل المحاضرات دفعه واحده، يعني اللينك تبعهم، سواء كان اللينك درايف او حتى يوتيوب. الاهداف طبعا احنا اتفقنا المحاضره اللي فاتت او اخذنا المحاضره اللي فاتت انه في لجنه مكافحه العدوى، وهي المسؤوله عن موضوع النوزوكوميال انفكشن او الهوسبيتال اكوايرد او اسوشيتد انفكشنز اللي هي عدوى المستشفيات. طبعا احنا قلنا المحاضره اللي فاتت انه لجنه مكافحه العدوى يجب ان يكون من ضمن الاعضاء اللي فيها من له سلطه وقرار، لانه بينفعش مكافحه العدوى او التيم تبع مكافحه العدوى يكونوا ناس مثلا ممرض او فني تحاليل وطبيب مش ذات مركز في المستشفى او المؤسسه الصحيه، عشان لما يصدر قرار يقدر يتبعه ويقدر ينفذه. تمام، وهذا يمكن بنلاقي احنا فيه إشكالية خصوصا مع الأطباء، يعني التمريض أكثرهم على علم ودراية بموضوع انفكشن كنترول وبينقادوا للإجراءات والتوصيات اللي بتخرج من اللجنة. تعاون التحاليل الطبية يعني أنت بتقدر تسيطر عليهم، الأطباء المشكلة والتصادم معهم في الغالب، رغم أن هم أكثر ناس ممكن ينقلوا العدوى. تمام، وبالتالي من هذا المنطلق صار لازم انه يكون احد مسؤولي اللجنة ويمكن رئيس الهرم يكون في مجلس ادارة المستشفى او حتى مدير المستشفى يتبع يتابع اللجنة بشكل اساسي. فمن اهم الاهداف اللي تهدف لها برنامج مكافحة العدوى انه يمنع نقل الامراض، prevent disease transmission by breaking one or more of the links in the chain of transmission. احنا بنعرف سلسلة نقل العدوى، بدنا susceptible host، بدنا portal of entry، portal of exit، microorganism or reservoir، ومودو في transmission. تمام، هذه سلسلة نقل العدوى. عاد ايش مكافحة العدوى؟ انها تكسر هذه الحلقة في اي مكان، في مكان او مكانين. تمام، ودائما بدوروا في انهم يكسروا العدوى في اضعف منطقة واقلها تكلفة. يعني لما نيجي نحكي مثلا انت بدك تحارب الميكروب، هذا مكلف كتير انك تحارب الميكروب وتعطي علاجات. انت لما بدك تخترع علاج مكلف جدا، يعني تكتشف العلاج مكلف جدا. طيب بدك تمنع البورتال اوف اكزيت منه، يعني ممكن انت تضطر تقضي على الحيوانات زي ما شفنا مثلا في الوانز الطيور، بدك تقضي على الطيور كلها لان هي الناقلة، فهذه مشكلة يعني مش سهلة. فبدور على اضعف حاجة واقلها تكلفة، وفي الغالب في الغالب دائما هي مود اوف ترانسميشن، طريقة الانتقال. والله احنا عرفنا المرض هذا بينتقل عن طريق الملامسة، دايركت كونتاكت، خلاص يبقى الدايركت كونتاكت هذه بلاش منها. ريسبيراتوري، نلبس ماسك. تمام، بصير حسب طبيعة الميكروب المسبب لهذا المرض نبحث عن كسر الحلقة أو سلسلة نقل العدوى. الهدف الثاني، يبقى الهدف الأول هو منع انتقال الأمراض بكسر حلقة أو أكثر من ست حلقات المسؤولة عن نقل العدوى. Improve the quality and reduce the cost of patient care، تحسين الجودة بتبعت الرعاية الصحية وتقليل التكلفة، وهذه من أهم الشغلات اللي بيهدف إلها برنامج مكافحة العدوى. لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يطبقوا برنامج مكافحة العدوى كان الشخص اللي بيصير عنده نقل العدوى وبتصير في داخل المستشفيات هذا بيلزمه أنه يضله في المستشفى وبده رعاية وبده تصرف عليه، فهذه كلها بتعتبر كوست، مصاريف. تمام، ومدام زادت المصاريف أكيد جودة الرعاية الصحية حتقل، لأنه لما يكون الممرض مسؤول عن اثنين مريضين بكون بيأدي أفضل ما يكون مسؤول عن خمسة، صح؟ وبالتالي هذول الهدفين الأساسيات من مكافحة العدوى: منع انتقال الأمراض بكسر حلقة، حلقة نقل الست حلقات، وتحسين جودة وتقليل تكلفة الرعاية الصحية، تحسين الجودة الرعاية الصحية وتقليل التكلفة الناتجة عن الرعاية الصحية.
طيب نيجي لـ Infection Control Committee اللي هي لجنة، لجنة مكافحة العدوى، هي اللجنة المسؤولة responsible for monitoring يعني تقيم وتتابع infection control policy سياسات، يعني هي اللجنة المسؤولة عن متابعة وتقييم تثبيت سياسات مكافحة العدوى أو تنفيذ سياسات مكافحة العدوى. يعني مثلاً قالوا لازم الكحول يكون موجود، ما تفضاش العبوات مثلاً، بتبعوها هم. السيفتي بوكس ما يتعباش أكثر من 3/4، هو المسؤول عن متابعتها. مثلاً إنه يكون جنب كل سرير مغسلة، سرير مريض، هم المسؤولين عنها. تعقيم الأدوات وتنظيف الغرف والأغطية ومثلاً حالات الانسكت انجري، التطعيم فرز المرضى. مثلا اجاني مريض على المستشفى مع ابو داش، هذا الابو داش وين بدك تعزله؟ اللي مسؤول عن تحديد الغرفه ومنطقه العزل هو لجنه مكافحه العدوى، لانه بينفعش تحطه في غرفه فيها شباك، لو انت فتحت الباب يصير ضغط لا الهواء يدخل على البهو تبع المستشفى، وبالتالي انت نشرت الابوداج ما بين المرضى، وانت عندك المرضى كلهم اميون وكمبرومايز. فهذه من اجراءات لجنه مكافحه العدوى. ايضا من الشغلات اللي بتقوم فيها مكافحه لجنه مكافحه العدوى، it include representative from different concern hospital departments and management and they should meet monthly. يعني المفروض يكونوا أعضاءها بيشملوا كل الأقسام الموجودين في المستشفى، تمريض، أطباء وتحاليل طبية، تمام؟ ويكون على الأقل اللجنة هذه بتجتمع مرة في الشهر. It established standard for patient care، هي اللي بتأسس الإجراءات القياسية لرعاية المرضى والريفيوز والمراجعات، and assess infection control reports تقارير مكافحة العدوى، and identify وتعرف areas of intervention يعني المناطق اللي موجودة فيها مثلا العزل والتدخلات تبعت الانفكشن كنترول. infection control team لقيت الانفكشن كنترول كوميتي، هذه اللجنة، تمام، اللجنة الكبيرة اللي منها بتصدر القرارات السياسات الإجراءات، تمام. في عندي فريق مكافحة العدوى، انفكشن كنترول دكتور، لازم يكون دكتور متخصص في مكافحة العدوى زي دكتور رامي العبادلة، تمام، اللي مسؤول عن انفكشن كنترول في وزارة الصحة، تمام. انفكشن كنترول نيرس، ممرض متخصص في مكافحة العدوى، وهذا من خلال الدورات والدبلومات اللي متخصصة في هذا المجال. According to WHO one infection control nurse for 250 bed، لكل 250 سرير بكون في عندي ممرض مكافحة عدوى واحد. هو مش مسؤول عن متابعتهم كحالة مرضية، وانا بتقييم الاماكن اللي هم موجود فيها وعمليه مكافحه العدوى فقط، ملوش اي دخل. بنفعش يكون ممرض مكافحه العدوى بيشغل منصبين، يعني هو ممرض وايضا مكافحه عدوى، بنفعش، تمام. طب ايش هي الانفكشن كنترول كومبوننتس، محتويات مكافحه العدوى، متطلبات مكافحه العدوى؟ هاند ووشينج، وهذا اكثر حاجه بيركزوا عليها، واكثر حاجه يعني انت ان شاء الله ربنا بيكرمكم مثلا تشتغلوا مع الاجانب زي الام اس اف مثلا. الام اس اف اطباء بلا حدود، او سواء الفرنسيين او البلجيكيين او حتى اليو ان دي بي او الاونوروا اللي هي المؤسسات اللي بيكون الاداره تبعتها اجنبيه. من اهم الشغلات اللي بركزوا عليها الهاند ووش. اول ما بيجي بيسالك بقول لك يعني في المقابله بيجي بيسالك بقول لك انت كتمريض اول حاجه لما تيجي على المؤسسه
او على المركز الصحي، ايش بتعمل؟ اول حاجه هاند ووش قبل كل حاجه، تمام؟ حتى روح انت، في حدا راح على مقر الاماساف، مقرهم اول ما بتدخل الباب في مغسل ايدك اليمين، بقول لك خش اغسل ايديك مباشره، وهم تلقائيا بروح بخشوا بيغسلوا ايديهم. فما بالك في حاله كورونا كانوا يعاقبوا الناس، تمام؟ فيبقى الهاند ووش اهم اجراء من اجراءات او متطلبات مكافحه العدوى. دي كونتامينيشن بوليسيز، سياسات منع التلوث، سياسات منع التلوث اللي هي عمليه التنظيف الكليننج، ازاله الدست، ديس انفكشن التطهير، واستيرلايزيشن التعقيم. ايزوليشن بروكوشن احتياطات العزل. انا عندي مريض معدي، بحطه في غرفة، بحطه في غرفة يكون ضغط الهواء للداخل، تمام؟ عندي مريض اميونو كومبرومايزد، اميونو كومبرومايزد ضعيف مناعة، هذا بخلي الضغط اللي عنده في الغرفة اكبر من الخارج، فبطلع على برا الهواء اللي عنده يطلع للخارج، لان انا مش خايف عليه، خايف عليه، فبدي الهواء اللي عنده يطلع لبرا. هذا بتصميمات وتوجيهات الانفكشن كنترول، يبقى ايزوليشن بروكوشن اجراءات او احتياطات العزل. ايرلي ريكوجنيشن اند ريبورتنج اوف نوزوكوميال انفكشن، التعريف المبكر والتقرير المبكر عن حالات العدوى في المستشفى او المؤسسه الصحيه. Early recognition and reporting يعني التعريف المبكر والتقارير المبكرة عن عدوى المستشفيات. Personal protective equipment توفيرها وتعليم الناس على ارتدائها في مرحلة كورونا وفي كوفيد. فرق مكافحة العدوى هي اللي قامت بإرشاد الناس وتعديل إجراءات الارتداء والنزع لهذه البي بي اي اللي هي متطلبات الحماية الشخصية. ويست ديسبوزابل أو ديسبوزل تخلص من النفايات، اوكيوبيشنال هيلث مانجمنت إدارة الصحة المجتمعية، هذه كلها من متطلبات الانفكشن كنترول. نيجي للاحتياطات بتاعت الانفكشن كنترول، تنقسم الى نوعين، في ستاندرد وفي يونيفرسال. ستاندرد اللي هي القياسية اللي المفروض اي واحد في المؤسسة الصحية يلتزم بيها، تمام؟ يبقى في عنا بالنسبة لاحتياطات مكافحة العدوى في منها نوعين، نوع ستاندرد بروكوشن وهي الإجراءات القياسية أو الاحتياطات القياسية اللي الأصل إنه أي واحد موجود في مؤسسة صحية أو بيخدم فيها بيلتزم فيها. ستاندرد بروكوشن should be applied for all patients، يجب أن تطبق على كل المرضى. هاند هايجين، ريسبيراتوري هايجين، كف، إتيكويت، use of personal protective equipment، استخدام الادوات الحمايه الشخصيه، الماسك، الجوجلز، الشوز حسب الجلوفز، prevention of needle stick منع وخز الابر، والشارب انجري وهي الجروح بالادوات الحاده، cleaning and disinfection of environmental equipment عمليه تنظيف وتطهير البيئة الداخلية للمستشفى والأدوات، تمام؟ هذه كلها تعتبر من إيش؟ من الستاندرد بروكوشن. النوع الثاني قلنا اليونيفرسال، يونيفرسال بروكوشن. طيب نيجي لتايب أوف هاند هايجين، في الروتين اللي هو اليومي والاعتيادي، اليومي والاعتيادي. Hand wash with plain soap and water يعني الصابون العادي والمية الجارية.
is the mechanical removal of soil and transient bacteria for 30 seconds. يعني انك تغسل ايديك بش حركة ميكانيكية يعني عادية اعتيادية روتين لمدة 30 ثانية بالماء والصابون عادي. تمام؟ العادي. تمام؟ السبتك اللي هي لإزالة اللي هو زي تطهير بس للأنيميت أوبجكت. هاند ووش از ريموفال اند ديستركشن. تمام؟ إزالة وتدمير لكل الفلورا المؤقتة يوزنج انتي مايكروبيال سوب. يعني بدك تستخدم هنا صابون مضاد للميكروبات ل 30 ثانية. وين هاندز ار فيزيبل سويلد دو ووش هاند وذ سوب اند ووتر. يعني قبل ما تغسل بالانتي مايكروبيال بدك تغسل اول شيء بالصابون والماء العادي، بعدين بتغسل بالاسبتيك ووش. ثلاثة، الكحول هاند رب اللي هو باتنين سي سي جل از يوز بالجل من 15 لعشرين ثانية. يوز الكحول بيزد هاند رب وين هاندز ار نوت فيزيبل سويل. لما يكون فيش اتربة على ايدك تغسل بالكحول الجل الكحول. في الغسل الايدي الجراحين اللي هم تعون العمليات في الغالب اللي هو هاند سكراب سيرجيكال هاند سكراب، برضه هو الهدف منه بس بشكل اعمق من الكحول بشكل اعمق. ريموفال اند ديستركشن اوف ترانزيانت فلورا اند ريدكشن اوف ريزيدنت فلورا ريدكشن تقليلها يوزنج انتي مايكروبيال سواب وذ افكتيف رابينج. من 3 الى 5 دقائق العمليه بتتم في هذا السكراب. طبعا هنا بكون مثلا في المركبات بتكون فيها ايودين، والغرض من انه 3 ل 5 دقائق عشان ياخذ الاكشن تبعه في تقليل وقتل وازاله الترانزيانت فلورا. طبعا منظمه الصحه العالميه بتوصي دائما انه غسل ايدين ياخذ 5 دقائق. ومتى بيتم غسل الأيدي؟ Before patient care قبل ما تقدم الرعاية للمريض. After environmental contact بعد ملامسة الأدوات الموجودة في البيئة. After exposure to blood body fluid بعد التعرض للدم وسوائل الجسم. Before an aseptic task قبل مهمة التطهير. يعني طبيب التخدير أو خلينا نقول الممرض المسؤول عن التخدير بدي يحضر المريض للتخدير. قبل ما يحضر السايت تبع التخدير بدي يكون غاسل إيديه. تمام؟ After patient care وبعد رعاية المريض، لأنه أنت أكيد حتنتقل لمريض تاني، فما بين المرضى لازم يكون في هاند ووش. هاو تو ووش يور هاندز. في حدا ضايل بيعرفش كيف يغسل يدين؟ ضمن طبعا بنركز ايش على المناطق اللي ممكن ما يصلهاش. تمام؟ هذا ممكن يسألك. هو اليوم بعد كوفيد 19 فيش واحد في البلد. لا ما بيجيكيش اكتبيها. لا هو انه انت تطبق. الغرض منه انه انت تعقم ايدك بشكل كامل، خصوصا المناطق اللي ممكن ما يصلهاش الصابون والماء. تمام؟ بين الاظافر بين الاصابع المناطق اللي بعيده. تمام؟ السطحيه كلها. هذه طبعا اليوم احنا بعد كوفيد فيش حدا في البيت اصلا بيعرفش ينظف ايديه زي هيك. اطفال المدارس كانوا يعلموهم. تمام؟ فهو اجراء يعني الكل عارفه فحنمشي عنه. طيب البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي هي متطلبات الحمايه الشخصيه
الجلافز تحمي الايدين، الجاونز والابرونز بروتكت سكن اند كلوثينج يعني الجلد تبع الايدين اللي هي او الملابس اللي انت بتلبسها في المستشفى او في القسم، الماسك والريسبيراتوري عشان الماوث والنوز. خلص هاند بوش الاجراء انتم عارفينه، مش حيجي انه والله اكتبه. طبعا الماسك انواع زي ما عرفتوا في فترة كورونا، في ماسك اسمه N95 وهذا انه البور سبعته صغيرة جدا فبتقيك حتى من الفيروس. فيها الفلاتر طبعا، بروتكت ريسبيراتوري تراكت فروم ايربورن انفكشن ايجنتس، يعني بيحمي الانسان من الميكروبات او العوامل المعدية عن طريق الهواء والرذاذ تبع الانسان المصاب. جوجلز اللي هي النظارات بروتكت اي، فيس شيلد هذا اللي استحدثوه بعد كورونا تمام، اللي هو الغطاء تبع الوجه الكامل تمام الشفاف، بروتكت فيس ماوث نوز اند ايز. طيب شابتر 12 بيحكي عن المناعة. والمناعة بيقصد فيها خطوط دفاع الجسم، الجسم كيف بيدافع عن نفسه. يبقى احنا بنحكي عن الهوست ديفنس، هوست ديفنس اميون سيستم او الاميونولوجي علم المناعة. احنا هنحكي عن الهوست ديفنس، دفاعات جسم الانسان وما هي الوسائل انواع الهوست ديفنس والتخصصية اللي موجودة في جهاز المناعة. إذن إميونولوجي علم المناعة هو فرع من أفرع البيوميديكال ساينس، العلوم الطبية الصحية. ذات كفرز يعني هو بيغطي هذا المجال وبيعمل على دراسة all aspects كل المفاهيم of the immune system جهاز المناعة، كل مفاهيم ومتطلبات جهاز المناعة. It deals with the physiological functioning، هو بيتعامل مع الوظائف الفسيولوجية لهذا الجهاز، لجهاز المناعة. In a state of both health and disease، في حالة الصحة في حالة المرض تمام. يعني ايش اللي بيخلي جهاز المناعة مثلا انه ما يشتغلش في فترة الصحة؟ يعني ليش ما بتتفعلش، ليش ما بتتنشطش، هنفهم ليش. وليش في فترة الديزيز تمام بيتنشط، وإذا تنشط إيش تبعات هذا التنشيط، وكيف الإنسان اللي بينعرض لميكروب ما بنصابش فيه بعد هيك، وفائدة التطعيمات، كل هذه الأمور هناخدها إن شاء الله. immunity is enhanced state، enhance يعني هي تحفيز، وضعية تحفيز أو تعزيز. over protection للحماية، تعزيز الحماية against foreign organism لأجسام غريبة أو كائنات غريبة or substance أو مواد. وهنا سواء الorganism أو substance اللي هم foreign وحفزوا جهاز المناعة يعتبروا إيش؟ antigen. يبقى أنا بعرف الانتيجين إن هو foreign organism or substance that make immune response اللي بيعمل استجابة مناعية. طيب نيجي نشوف إيش هو جهاز المناعة. جهاز المناعة بيشمل central lymphoid organs اللي هو أعضاء الليمفاوية المركزية أو الغدد الليمفاوية المركزية، وبيقصد فيها البون مارو والثايموس النخاع العظمي والغدة الزعترية. طبعا ليش هم هذول المكانين مهمين؟ لأنه عملية نضوج الخلايا المناعية بتتم فيها، نضوج ماتوريشن. إذن هم من أهم الأعضاء والليمفاوية، لأنه البون مارو والثايموس هم العضوين اللي بيصير فيهم تنشيط
الخلايا المناعية. They are the location of maturation of lymphoid cell. هذه الجملة من أهميتهم. البون مارو والثايمس ليش مهمين؟ لأنه هم مكان الماتيوريشن. ماتيوريشن نضوج، عشان تصير أكتيف، عشان تصير نشطة. طيب رقم اثنين في الإميون سيستم بريفرال لمفرويد أورغانز، اللي هي مش السنترال، الطرفية، الغدد زي العقد اللمفاوية، الطحال، اللوز، البايرز باتشز. بايرز باتشز هذا بدي أشوف إيش هي البايرز باتشز. طيب they are the sites of where lymphoid cell meets its antigens to react against it. هذه المواقع اللي بيصير فيها تعرف ما بين الجهاز المناعة والخلايا المناعية مع الانتيجين اللي هو الميكروب. تمام، الانتيجين اللي هو الميكروب او المادة اللي في الأمعاء الدقيقة، هي الأنسجة الليمفاوية، يعني نسيج ليمفاوي، نسيج ليمفاوي، أو عشان طرفي يعني، بس يمكن عشان اسم العالم اللي اكتشفها فايرس. تمام، يبقى هي أيضا من الأعضاء الليمفاوية أو الغدد الليمفاوية. أنتيجين قلنا هو سبستانس، مادة تعتبر فورين، تعمل تحفيز للجهاز المناعة، سواء الهيمورال، هيمورال تبع الأجسام المضادة الأنتي بادي، أو السيل ميدييتد إميون ريسبونس، يعني استجابة مناعية بالخلايا سيل ميدييتد، أو استجابة مناعية بالأجسام المضادة هيمورال. تمام، واضح. يبقى الإميون سيستم، المناعة المتخصصة السبيسيفيك، بكون فيه لها جناحين، هيمورال وسيل ميدييتد. هيمورال من خلال خلايا تنتج الأجسام المضادة، هيمورال من خلال خلايا تنتج الأجسام المضادة اللي هي خلايا البي سيل. تمام، والسيل ميدييتد اللي هي استجابة مناعية خلوية بس ما فيش فيها أجسام مضادة، بدون أجسام مضادة، الخلية نفسها هي اللي بتهاجم الميكروب أو الخلية اللي فيها خلل. تمام، يبقى عندي الاستجابة المناعية نوعين، إما بالأجسام المضادة أو بالخلايا المناعية، بالخلايا المناعية نفسها. في حاجة اسمها الهابتن، ذكرناها المحاضرة اللي فاتت. هابتنز are small molecule، جزيئات صغيرة، which cannot induce an immune response by themselves، ما بتقدرش تحفز جهاز المناعة من تلقاء نفسها. ليش؟ لأنها صغيرة في الحجم، وبالتالي أنا بعرف إنه من صفات الأنتيجين إنه لازم يكون large molecule. تمام، high molecular weight، كتلة جزيئية كبيرة. يبقى هذه ميزة للأنتيجين ميزوا عن الهابتن، الأنتيجين كتلة جزيئية كبيرة، فلذلك هو يحفز جهاز المناعة. أما الهابتن فهو ممكن يكون فورين غريب، لكن ما بيحفز جهاز المناعة لأنه كتلته صغيرة. لكن رغم كتلته الصغيرة وأنه ما بيحفز جهاز المناعة بتلقاء نفسه، من تلقاء نفسه، but can produce an immune response، لكن ممكن يصير له استجابة مناعية when coupled to a carrier molecule، لما ينحمل على جزء تاني أو مادة أخرى أو مركب آخر أو خلية أخرى، بصير كتلته كبيرة فبصير حفز جهاز المناعة. زي مين مثلا؟ زي بعض الدراجز، البنسلين. البنسلين جو هو كدراج صغير في الحجم،
لكن ممكن يصير له تحفيز مناعي من خلاله إذا ارتبط على كرات الدم الحمراء، فبصير تكسير لكرات الدم الحمراء. يبقى هو مش محفز من تلقاء نفسه لجهاز المناعة، لكن ارتباطه على سطح الخلايا صار كتلة كبيرة فأصبح يحفز جهاز المناعة. وقيس على ذلك كل حاجة سمول مولكيول، بمعنى أن هي هابتن. يبقى الهابتنز have the property of antigenicity، يمتلك خصائص الانتيجين، انه ايش؟ فورين، وبيحفز جهاز المناعه، وهو سمول، بس انه سمول. الانتيجينيسيتي لازم يكون هاي مولكيولار ويت، تمام، بات نوت اميونو جينيسيتي، لكنه مش محفز الا اذا ارتبط على سطح خليه. دراجز، بيبتايد هرمون اند ستيرويد هرمونز، الهرمونات البروتينية والهرمونات الدهنية الستيرويدز، بالإضافة للدراجز. يبقى الأنتيجين دائما موجود على سطح الميكروب وهو المحفز لجهاز المناعة. لما بتحفز جهاز المناعة بصير ينتج لك بروتينات مناعية اسمها أجسام مضادة أنتيبادي. يبقى أنتيبادي هي الأجسام المضادة اللي بتكون موجهة ناحية مين؟ الأنتيجين، واللي نتجت من خلال تحفيز الجهاز المناعة من خلال الأنتيجين. إذن الأنتيبادي الأجسام المضادة هي سبيسيفيك جلايكوبروتين، بروتينات سكرية متخصصة، بروتينات سكرية متخصصة which is produced، والتي تنتج كاستجابة لشيء أو لمادة محفزة مناعيا، إميونوجين. إميونوجين يعني شيء محفز للمناعة، and which react with the antigen، والتي تتفاعل مع الأنتيجين اللي هو الجسم الغريب. طبعا شايفين الشكل تبعه اللي هي الواي شيب تبعته، الواي شيب كابيتال واي. نعم، هو اللي بيحفز انتاج الانتيبادي من جهاز المناعة من خلايا اسمها البي سيل، خلايا اسمها ايش؟ بي سيلز. طيب نيجي لمصطلح اسمه ادجوفانس. الادجوفانس ار سبستانس، هي مواد ذات انهانس، التي تسرع وتعزز the immune response، الاستجابة المناعية، when introduced with an immunogen، لما بصير إيش؟ نقدم لها لجهاز المناعة شيء محفز مناعيا، زي الألمونيوم هيدروكسايد أو فرودز أدجوفانس. يعني هي كيميكالز تعمل على تعزيز جهاز المناعة، تعزيز جهاز المناعة للاستجابة المناعية. طبعا في الصيادلة بيحطوا هذه الأدجوفانس مع الدراج عشان يحموه أو يسهلوا امتصاصه أو يسرعوا امتصاصه ويخلوه يعمل بنتريشن داخل هذا. فالأدجوفانس هي كيميكال سبستانس بتاعون المناعة، بيشتغلوا عليها في قصة المناعة، بتاعون الدراجز بيشتغلوا عليها في موضوع الدراجز. ففي الفاكسين في التطعيمات ممكن تلاقيها مرتبطة مع أدجوفانس كيميكال زي الألمونيوم هيدروكسيد أو هيدروكسيد الألمونيوم. فاغوسايتوسيس، البلعمة، هي العملية اللي بتقوم فيها خلايا، طبعا خلايا متخصصة هي الوايت بلاد سيلز، بحيث انها تعمل على هضم وقتل الكائنات الدقيقة أو other cells أو foreign particles. تمام، يعني هي خلايا من كرات الدم البيضاء متخصصة في عملية البلعمة، بحيث أنها تبتلع وتهضم وتقتل الكائن الدقيق أو foreign particles أو خلايا أخرى، بس شرط أن هذه الخلايا تكون إيش؟ أصغر منها في الحجم. تمام، لأنه ممكن
والخلايا هذه مثلا تكون محفزة اتجاه انتيجين ارتبط على سطح خلايا سيلف في حالات الاميون ديزيز، هنا مش هتعمل هضم للخلية تمام او جدار الامعاء او جدار المجرى الدم، ولكن هتعمل كيميكالز تعمل على تكسر هذا الخلايا او هذه الجدار. طبعا الفاجوسايتوس السل اللي هي الماكروفيج تمام، الماكروفيج والماكروفيج توصي يعني هتلاقي في انواع منها كل نوع حسب العضو. مثلا كبفر سيل اللي هي خلايا البلعمية في الليفر، كبفر سيل خلايا البلعمية في الليفر. ميزنجايمال سيل خلايا البلعمية في الكلى، فكل عضو من الأعضاء فيه خلايا بلعمية فيه. هذا بتكون حسب يعني الاسم، ما تقولوش والله هم أنواع مختلفة متعددة، لا هي بسموها حسب العضو اللي موجودة فيه. كبفر سيل، ميزنجايمال سيل، التيشو اللي بتكون في التيشو بسموها ماكروفيج، فكلها خلايا بلعمية. طيب cells of the immune system، خلايا الجهاز المناعي. طبعا احنا بنعرف حسب اللي هو في علم الأجنة انه كل الخلايا، كل أصناف الخلايا إلها stem cell، خلية جذعية. اللي هو لما مثلا واحد بصاب بالثلاسيميا عشان يعالجوه نهائيا من مرض الثلاسيميا بينقلوا له خلية الستيم سيل تبعت كرات الدم الحمراء تمام، فإذا استقبلها واندمجت ضمن خلاياه بصير يكون دم طبيعي وبتم معالجته، ما بحتاجش لا ديسفيرال ولا لا نقل دم ولا خلاف تمام. الخلية الجذعية، الخلية الأم لا مجموعة من الخلايا من المخاع العظمي. الثلاسيميا بتتعالج، هي مرض وراثي في الخلايا الجذعية المكونة لها كرات الدم الحمراء تمام. الآن أنت لو قدرت تجيب له خلية جذعية ما يرفضهاش مناعيا، طبعا بهذا بصير يبحثوا عن تطابق. في الغالب يعني التوائم سهل، يعني أنا بعرف حالة من دار تاية من جبالي، البنت وأخوها توأم التنين، البنت راحت على إيطاليا، أول مرة فشلت العملية، ثاني مرة جابوا لها خلية جذعية من أخوها توأم وحقنوها فيها، والآن ما بس هي الآن بتسحب دم على أساس إنه الحديد اللي كانت مخداه أيام ما كانت تأخذ دم يطلع من جسمها، بس بتسحب دم تقريبا كل أسبوع 50 cc فقط وبترميه، أما هي دمها كويس وسليمة ومية المية ما فيش مشاكل. بس المشكلة هنا في عملية النقل الخلايا الجذعية لمرضى الثلاسيميا إذا كان كبير في السن وهو صغير 9 سنوات 12 سنة فشل العملية ممكن أنا أعيد له إياها، لكن فشلها في الكبار معناها الوفاة تمام. والأمر معقد في عملية التطابق إن أنت تلاقي له خلية متطابقة. التوائم من أكثر الناس اللي بتكون إيش في تطابق كبير، ما هو التوائم أنواع، في المتماثلين وفي الغير متماثلين، مشيمة واحدة أو مشيمتين بيختلف الأمر تمام. فالخلية الجذعية في العلوم استخدمت في علاج كثير من الأمراض الوراثية حتى الآن لا. طيب يبقى الستيم سيل اللي هي الخلية الجذعية لكرات الدم الحمراء يعني الدم كله تنقسم إلى لمفويد ستيم سيل وميلويد. لمفويد اللي بيطلع منها الليمفوسايت، والميلويد اللي بيطلع منها الجرانيولوسايت. الليمفوسايت اللي هي خلايا الليمفاويه تمام، هي بتاعت المناعه المتخصصه. الميلويد بتاعت الجرانيولوسايت المحببه اللي فيها جرانيولز حبوب، اللي هي الخلايا المناعيه الغير متخصصه، بتكونش متخصصه بميكروب متحدد تمام. طيب نيجي الى خلايا اسمها انتيجين بريزنتنج سيل، خلايا المقدمه للانتيجين، الخلايا المقدمه للانتيجين للخلايا المناعيه المتخصصه. هذه الخلايا تعمل على ابتلاع انجلف
الانتيجين اللي هو الفورم بارتيكل بروسيسس ات تعمل عليه معالجه اند بريزنت وتقدم تو اميون سيل ان ذا جروف اوف ام اتش سي 2 اللي هو ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس رقم 2 تمام ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس نمبر 2 لانه في نمبر 1 في ارقام منه في نمبر 17 يعني في انواع منه. ليش بتعمل على تقديم هذا الانتيجين على سطحها من خلال بروتين اسمه ام اتش سي كلاس 2 تو بي ريكوجنايزد باي ذا اميون سيل عشان تتعرف عليه مين الخليه المناعيه. اذا تعرفت عليه الخليه المناعيه خلاص بتصير تنتج لك اجسام مضاده او توجه الخلايا المناعيه انها تحارب اي انتيجين مشابه لهذا الانتيجين اللي تعرفت عليه. تمام لقيتها الاليه بتصير كالتالي هاي عندي الانتيجين تمام هاي الانتيجين دخل الجسم الانسان تيجي الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي خلايا بلعاميه خلايا بلعاميه بتروح تعمل له ايش انجلفمنت دخل جوا الان صار في داخل الخليه بتصير عملية بروسيسينج له يعني بتضبطه بتعرف عليه بتقدمه على هيئة بروتين على سطحها اسمه ايش؟ ميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 2 ام اتش سي كلاس 2 هي صار على سطحها لما صار على سطحها الان اصبح معرض للخلايا المناعية بتيجي الخلايا المناعية زي مثلا البي سيل او تي هيلبرسيل تي هيلبرسيل اللي بتاخده وتروح بتعرفه على البي سيل والسيتوكسيك تي سيل تمام الخلايا المناعيه وتروح بتتعرف عليه ما تتعرفت عليه بتصير تحفز الخلايا الاخرى المناعيه انه هذا خلص هذا صار انتيجين واحنا عرفناه يبدو كونه اجسام مضاده ولو شفتوا خلايا اخرى عليها نفس المعرف هاجموه مثلا الفيروس الفيروس بكونش برا تمام بكون جوا الخليه بس في مرحله من المراحل حيحط البروتينات تبعته على سطح الخليه فالتي سايتوكسيك الخلايا المناعيه تي سايتوكسيك سايتو توكسيك ايش يعني سايتوكسيك سايتو معناها خليه مسممه للخلايا المصابه يعني زي الكانسر سيل كانسر سيل خلايا مش طبيعيه ما بهاجمها اجسام مضاده خلايا السرطان في جسم الانسان ما بيروحش جهاز المناعه بهاجمها باجسام مضاده بهاجمها بخلايا زي هذا تمام هذا الخلايا اذا راحت على الخليه بتدمرها بتدمرها سريعا اه فاحنا عندنا جهاز المناعه فيه نوعين خلايا مناعيه بتهاجم الخلايا المصابه او الغريبه وخلايا مناعيه اخرى بتنتج اجسام مضاده اذا الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي الخلايا البلعاميه تعمل على تقديم الانتيجين الغريب على سطحها في صوره ام اتش سي كلاس 2 محمول على بروتين اسمه ام اتش سي كلاس 2 عشان يتعرف عليه مين الخلايا المناعيه الاخرى. من اشكال الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي الخلايا المقدمه للانتيجين مونوسايت مايكروفاج خلايا بلعاميه المونوسايت وهذه اللي بتكون موجوده وين ان بلاد تمام وايل ماكروفاج از بريزنتنج تيشو يعني الخلايا وهي في الدم الخلايا البلعاميه وهي في الدم اسمها مونوسايت لما تصير في التيشو اسمها ماكروفاج دنتريتك سيل دنتريتك اللي هي اللي لها تمددات او متفرعات او ارجل دنتريتك سيل جذور لها جذور as Langerhans cells found in the epidermis and mucous membrane زي خلايا لانجرز لانجرهانز مش تبعت البنكرياس لا هذه اللي موجودة في طبقة الجلد dendritic cell أو الأغشية المخاطية
البي لينفوسايت، البي لينفوسايت اللي هي بالاضافه لانها بتعمل انتيجين بريزنتيشن، ات از ريسبونسبل فور هيمورال اميونيتي، يعني هي اللي بتنتج الاجسام المضاده، هي المنتجه للاجسام المضاده. طيب اللي عندها محاضره ثانيه بتقدر تغادر، احنا حنسجل برضو المحاضره الان اللي هي على الساعه الثانيه التعويض عن محاضره الاربعاء اللي فات. في محاضرة ها؟ لا لسه ضايل كتير. طب بالراحة نصير بالراحة نمشي. هذا كيف؟ ما احنا قلنا لكم انه خدوا لتسعة مرضتوش لعن شطر تس... ما احنا قلنا، انا قلت لكم الاول، لا انا قلت لكم انا بدي اياها لتسعة، قلتوا لا كثير تسعة ومش اذا انت كويس قلتوا لا اثنين عددهم كبير. وين الدكتورة تبعتهم؟ كهرباء هذول بخوفوا هذول. طيب احنا خلينا نشوف قاعة تانية، شوفونا قاعة تانية. لا 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 طيب الخلايا الثانية من الخلايا المناعية اللي هي بخلاف الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي السبيسيفيك اميون ريسبونس، خلايا مناعية متخصصة، خلوية متخصصة، تمام، خلايا مناعية متخصصة. وبفهم انها متخصصة يعني بتكون موجهة ناحية ميكروب واحد دائما. السبيسيفيك اميون سيل، سبيسيفيك اميون سيل يعني خليه مناعيه متخصصه بتكون اجينست وان مايكروب، موجهه ناحيه مايكروب واحد. اول نوع اللي هو البي لينفوسايت، بي لينفوسايت وين بصير لها ماتوريشن هذه البي لينفوسايت؟ في البون مارو، في النخاع العظمي، من اسمها بي بون مارو. وبالتالي حنلاقي التي في الثايموس، تي ثايموس، تمام، يعني يربطوها هيك انه البي الماتوريشن تبعها في البون مارو، التي في الثايموس في الغده الزعتري. طبعا البي لينفوسايت قلنا هي المسؤوله عن انتاج الاجسام المضاده، وبالتالي المناعه هنا بتكون من خلال الاجسام المضاده الانتي بودي. اما التي لينفوسايت خلايا المناعية من نوع تي، فهي المسؤولة عن المناعة الخلوية أو المناعة بواسطة الخلايا، سيل ميدييتد اميونيتي. هناك الخلية مش هي اللي بتهاجم، من خلال الانتيبادي يعني بتنتج أجسام مضادة، والأجسام المضادة هي اللي بتعمل العمل. T cells are responsible for cell mediated immunity. They mature in the thymus. وين موجودة الغدة الزعترية؟ وين؟ هي الثايموس هو الغدة الزعترية. وين موجودة؟ تمام؟ There are two subpopulation of T cell. في عندي مجموعتين او نوعين من الخلايا التي لينفوسايت، خلايا بسموها سي دي 4 بلس وسي دي 4 8.
طبعا ايش هو السي دي 4؟ كلاستر، سي دي اختصار لكلاستر اوف ديسيمينيشن. كلاستر، لا لا بس العلم يعني، هو مجموعه من المعرفات على سطحها. سي دي 4 بكون سي دي 40 ليجاندز اسمه، سي دي 21 زي ارقام يعني، تمام، ومرقمة حسب اكتشافهم، تاريخ اكتشافهم او مين قبل مين. سي دي 4 بلس اللي هي بسموها النوع الاول تي هيلبر، مساعده، مساعده لمين؟ للتي سايتوتوكسيك والبي سيل. جهاز المناعه احنا قلنا الميون سيل، ميون سيل ايش قلنا فيه منه انواع؟ في تي وفي البي، تمام. تي لينفوسايت هذا طبعا، البي هذه لما بتصير تتعرف على الانتيجين عشان تكون اجسام مضاده بتتحول لبلازما، بلازما سيل، بعدها بتصير تعطيك انتي بودي، تمام. يعني هي بي سيل بصير لها اكتيفيشن اسمها بلازما سيل، بعدها بتعطي اجسام مضاده. الاجسام المضاده اللي هي اي جي جي اي جي ام اي جي دي اي جي اي واي جي اي، ماشي تمام. التي لينفوسايت، تي لينفوسايت قلنا في منها نوعين، تي هيلبر، هيلبر هذه انواع، هيلبر انواع، وخلينا نقول هنا تي سايتوتوكسيك، سايتو توكسيك، والتي هيلبر. الان تي هيلبر هذه هي اللي بتعمل اكتيفيشن لهذه ولهذه. تتخيل معي لو هذه صار فيها مشكلة جهاز المناعة كله انضرب، صح؟ هذه تعمل اكتيفيشن وهنا اكتيفيشن، اكتيفيشن للبي لينفوسايت عشان تشتج الاجسام المضادة، واكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك عشان تهاجم الخلايا المصابة، تمام؟ وبالتالي هذه لو صار فيها مشكلة بصير ايش عندي؟ كل جهاز المناعة بكون انضرب المتخصص. ومين اللي بيشتغل على هذا من الفيروسات؟ الـ HIV. عشان هيك المصاب بالـ HIV بعد فترة بتلاقيه بصير عنده أمراض ما كانتش موجودة عند أي واحد individual healthy، فرد سليم. ليش؟ لأنه جهاز المناعة تبعه انضرب، وهذه الخلايا اللي بيقولوا عنها موجود فيها CD4 على سطحها، معرفات اسمها CD4. فاكرين السي دي 4 في البيولوجي؟ اللي مع السي سي ار 5، الاثنين هذول هم الريسبتور تبع مين؟ اتش اي في. اللي العلماء لما طوروا علاج الاتش اي في راحوا ايش سووا؟ خبوا هذا، خبوه، عملوا له غطاء زي غطاء ماسك وغطوه، فاصبح الاتش اي في ما بتعرفش عليه لانه بده الاثنين كريسبتور. فهتغطى هذا بطل يتعرف هذا، بطل يخش الخلايا، وبالتالي لن ينتشر المرض عند الانسان المصاب. المصاب هم بيعطوا بس للمصاب، تمام، عشان ما ينتشرش عنده المرض يهاجم كل الخلايا المناعيه. في حين انه هذه سي سايتوتوكسيك عليها سي دي 8، سي دي 8 بلس، تمام، المعرف الموجود على سطحها سي دي 8. فواضح اهميه مين؟ خلايا تي هيلبر سيل هي اللي بتنشط الجناحين تبعون جهاز المناعة. لو صار فيها مشكلة زي مشكلة الـ HIV يعني البي سيل مش هتشتغل ولا تي سيل توكسيك، وبالتالي بتظهر عنده أمراض كثيرة وأي حاجة بتأثر فيه، تمام؟ طيب CD4 بلس اللي هي تي هيلبر سيلز they constitute 65% of all T cell. نسبتها في كل خلايا الليمفوسايت التي ليمفوسايت 65%. في منها أنواع تي هيلبر 1، تي هيلبر 2، تي هيلبر 17، تي ريجوليتور منظمة، تي ريجوليتور يعني المنظمة،
أما السي دي 8 طبعا كل الخلايا هذه كونها أنها هي خلية تي بتكون متشابهة مع بعضها في شغلات كثيرة ومختلفة في شغلة واحدة ميزتهم عن بعضهم البعض. في الغالب هذول الخلايا كلها لما تيجي تقول والله تي لمفوسايت كل ما انبثق عنها هو متشابه في عدة شغلات. يعني تي هيلبر عن التي سايتوتوكسيك الفرق بيناتهم هذه سي دي 8 وهذه سي دي 8 و4 ممكن يكون عندهم التنتين سي دي مثلا 40 التنين يكون عندهم تمام مشترك بس المميز بيناتهم هذول. طيب سي دي 8 بلس اللي هي سايتوتوكسيك اللي هي خلايا بتهاجم خلايا خلايا مناعية تهاجم خلايا مصابة هذه بتغطي تقريبا 35% من كل انواع التي لمفوسايت. طب هذه الخلايا السيتوتوكسيك بتهاجم مين؟ they kill بتهاجم وبتقتل أي خلية مصابة بفيروس أي خلية مصابة بفيروس malignant cell خلايا سرطانية thereby protect the host from viral infection and cancer وبالتالي هي بتحمي العائل من الإصابة تحمي العائل من الإصابة بالسرطان أو بخلايا أو الإصابة بالفيروسات. طبعا هنا الفيروس زي ما ذكرنا كيف بيصير إنه تعرف الخلية المناعية إنه هذه الخلية مصابة بالفيروس إنه بعد ما الفيروس يدخل ويعمل ريبليكيشن تضاعف هاي الخلية هاي الفيروس تمام الفيروس هذا عليه أجسام أنتيجينات تمام؟ لما بيجي بدخل جوا الخلية بفك هذا الشغلات تمام؟ بخل جوا خش جوا نيوكليوس أو بضل وبرا حسب نوعه ويتكاثر تمام؟ وهذا لما تكاثر لما بيجي يطلع من الخلية قبل ما يطلع بكون شكل هذه البروتينات تبعته الخاصة على سطح الخلية هذه الخلية أصبحت معرفة أنها إيش مصابة بالفيروس سواء كان الفيروس انفلوب أو بروتين عليه كبسين هيك حينتج البروتين على سطح الخلية تمام؟ وبالتالي بصير الجهاز المناعي يهاجم هذه الخلايا والسرطان نفس الشيء الخلايا السرطانية نفس الشيء بتصير تكون أجسام بروتينية على سطح الخلية مخالفة للأجسام البروتينية الموجودة على كل الخلايا النورمال فبتعرف انه هي خلية سرطانية وبصير يهاجمها اما اذا كانت ما غيرتش الخلية السرطانية في المعرفات اللي على سطحها وبالتالي جهاز المناعة مش حيعرفها فبتصير تتكاثر وتنتج بكميات كبيرة. cells for non-specific immune response خلايا مناعية لكن مش متخصصة general يبقى T والB lymphocyte هي إيش specific وقلنا إيش بقصد specific بيكون كل خلية منتجة لميكروب واحد كل جسم مضاد منتج لميكروب واحد أنا انصبت مثلا بالكوفيد مش معناه أنه أنا محمي من الإنفلونزا انصاب شخص بشريشيا كولاي مش معناه انه محمي ضد الكليبسيلا رغم انه ايش نفس الفصيله واضح فبكون الاجسام المناعيه اللي عندك او الخلايا المناعيه تعرفت على شريشيا كولاي ما تعرفتش لسه على مين الكليبسيلا فهي بتكون مش متخصصه سبيسيفيك التي ويل بي طيب النون سبيسيفيك يعني هي مش متخصصه وخد بالك نفس الشيء بالنسبه لمين للسرطان نفس الشيء لمين؟ للسرطان يعني التي سايتوتوكسيك هذه اللي تعرف على سرطان اكس لسه بتكونش معرف على سرطان واي لازم تشوفه وتتعرف عليه فبتصير عندك خلايا متعرفة على لا الخلية هي اللي بتتخصص تمام؟ الخلية هي اللي بتتخصص بتعرفها على الميكروب او الخلية الغريبة فالنان سبيسيفيك اميون ريسبونس هي خلايا مناعية غير متخصصة جينيرال اميون ريسبونس بتكون مناعة عامة زي الفاجوسايت سيل الخلايا البلعمية الخلايا البلعمية ما بتتعرف على بتكونش متخصصة اي شيء غريب بتلقطه وبتضلها
ماشية فيه، زي الماكروفيج والنيوتروفيل، خلايا بلعامية تعطي كرات الدم البيضاء، الماكروفيج اللي هي موجودة في التشو والنيوتروفيل الموجودة في الدم، فور فاجوسايتوسيس للبلعمة. في ناتشرال كيلر سيل، ناتشرال كيلر سيل هذه خلايا مناعية بتهاجم السرطان، الخلايا السرطانية بس مش متخصصة، يعني وهي ماشية في الدم لقت خلية تحولت سرطانية بتروح تمسكها وبتكسرها، تمام، لكن مش متخصصة أي كانت هذه الخلية، أو خلية إيش مصابة بفيروس بس هي برضو مش متخصصة. They kill non-specifically viral infected cell and tumor cell، خلايا سرطانية وخلايا مصابة بفيروسات لكن مش بشكل متخصص. They are important in innate immunity، وهي ضرورية في المناعة الطبيعية، يعني تنتج مع الإنسان بمجرد تخلقه، يعني مش محتاج أن أنت تتعرض للميكروب أو للخلية السرطانية عشان تنتج، هي موجودة بشكل طبيعي. التي لمفوسايت هي موجودة بشكل طبيعي لكن ما بتصيرش متمايزة ضد إكس أو واي إلا لما تتعرض لإكس وواي كأنتيجين. وبالتالي لما أنا جيت أطلقت مصطلح النيت يبقى فيه أكوايرد، فيه مكتسبة، وبالتالي البي لمفوسايت والتي لمفوسايت هي في الأكوايرد إميونيتي. في الماست سيل أند بيسوفيل، خلايا الماست سيل اللي هي خلايا تبعت الحساسية الألرجي، ريسبونسبل فور تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، فرط الحساسية من النوع الأول. في عنا أربع أنواع من فرط الحساسية، تايب 1 تايب 2 و 3 و 4، تمام. رقم واحد بتكون الخلايا المسؤولة عنه هي الماست سيل والباسوفيل اللي بتفرز الهستامين. في عندي ايضا من الخلايا النون سبيسيفيك ايزينوفيل، ايزينوفيل اللي هي الحامضية، بيسوفيل القاعدية، تمام، والماست سيل هذه اللي موجود على سطح الاي جي اي، خلايا مناعية بتعمل فرط الحساسية بكون على سطحها اي جي اي. الان لما تيجي انت في الاجسام المضادة تروبيك يعني على سطح خلية، على سطح خلية سايتو تروبيك، على سطح خلية الإي على سطح خلية الماست سيل، الماست سيل، والدي على سطح البي سيل. هذول الأجسام المضادة، الأم والجي في الدم، الـ A في الإفرازات في السكريشن، الـ E والـ D بسموهم سايتوتروبيك يعني على سطح خلية، موجود على محمول على سطح خلية، الـ D بكون وين موجود؟ على الـ B cell، على سطح خلية الـ B cell، أما الـ E فموجود على سطح الماست سيل. طيب الإيزينوفيل إحنا قلنا هي بتزيد في حالة الألرجي، في حالة الحساسية والبارازايتك انفكشن، انفكشن عدلوها الكلمة اللي تحت، انفكشن باراسيتك انفكشن، عدوى الطفيليات، نيجي للإميونيتي اللي هي المناعة.
في عنا قلنا مناعة طبيعية، يعني تولد مع الشخص وتوجد مع الشخص مجرد تخلقه، وفي أدابتيف أور أكوايرد، تكيفية أو مكتسبة. الإنات إميونيتي أور إنبور أور نون سبيسيفيك، يعني لها أكثر من اسم غير متخصصة، مع الولادة وطبيعية. هذه المناعة هي غير متخصصة، وهي جزء من الجهاز المناعة أو خطوط الدفاع المناعية، وهي تعتبر مقاومة طبيعية. لا لا، زي السكن، الجلد، السلايفة، التعرق، تمام؟ هذه تعتبر شغلات متأصلة في الماكروفيج، خلايا البلعامية، تمام؟ مش متخصصة وتوجد مع الإنسان مجرد مولادته، تمام؟ هذه هي مناعة أو مقاومة طبيعية، which a person is born، يعني تولد مع الشخص، تولد مع الشخص. أما الأدابتيف اللي هي التكيفية أو الأكواير أو specific، الاي جي ام والاي جي، هذه الأجسام المضادة كلها متخصصة، تكون إيش؟ متخصصة. These are the specific part، هي الجزء المتخصص في جهاز المناعة. And it is acquired، يعني مش منطقة ألاقي عند واحد أجسام مضادة ضد مثلا ال HIV وهو مش مصاب فيها، أو ضد هيباتيتس A وهو مش منصاب بالهيباتيتس A، تمام؟ أو مش ماخذ التطعيم، وبالتالي هذه بتكون متخصصة لا توجد في الإنسان إلا إذا تعرض للجسم المسبب للمرض أو الميكروب، تمام؟ يبقى هي ناتجة من التعرض والتعرف على الجسم الغريب. And it is acquired when a person meets، يعني يقابل أو يواجه antigens after birth. طب ولما بتكون الأم حامل فيه؟ هي باسف، هو حياخد أجسام مضادة، لكن أجسام مضادة تبعته ما أخذهاش من نتيجة تحفيز جهاز المناعة، وإنما نتيجة إصابة الأم بالفيروس أو بالبكتيريا. واضح؟ مش واضح. طيب الآن إحنا قلنا في حاجة اسمها specific non-specific. non-specific بيسموها natural، طبيعية، توجد مع الشخص بمجرد ولادته، هذا النون سبيسيفيك. السبيسيفيك متخصصة، ما بتنوجدش مع الشخص بمجرد ولادته، لازم يصير فيها مواجهة وتعرض من الشخص مع الميكروب، وبالتالي يصير عنده إيش؟ تحفيز لجهاز المناعة، يعني كل الخلايا تبعته المناعية تتشارك في عملية التعرف على هذا الميكروب. اكتساب، مكتسب، تمام؟ الآن ما هو المكتسبة هنا مكتسبة بواسطة تحفيز جهاز المناعة، وهنا لازم يكون في اكتيفيشن، في تنشيط لجهاز المناعة. لكن إذا أنت أعطيته أجسام مضادة من برا، صحيح أنت أعطيته نيتشرال، تمام، نيتشرال أجسام مضادة طبيعية، لكن هل تحفز جهاز المناعة؟ لا، وبالتالي بصير إيش اسمها؟ باسيف، مش أكتيف. واضح؟ في عندنا مصطلحين، في أكتيف وفي باسيف. أكتيف في جهاز المناعة لازم يصير إيش؟ ريسبونس، لازم في استجابة، كل الخلايا هذه تتشارك في عملية الريسبونس والتنشيط. الباسيف أنا أعطيته أجسام مضادة أنتي بادي مناعية، بس فعليا أنا ما عملتلوش أكتيفيشن للميون سيستم، نو أكتيفيشن فور إميون سيستم. يعني ايش ما صارش عندي ريسبونس، نو ريسبونس، يبقى ما فيش استجابه. وبالتالي هذا اللي حيخلينا نفرق ما بين حاجه اسمها اكتيف اميونايزيشن وباسيف اميونايزيشن، تحفيز مناعي. الفاكسين اكوايرد، لانه انت بتعطي له اما الفيروس، تمام، بس هنا انت ما اعطيتلوش اياها نيتشرال،
ارتفيشل صنعته برا واعطيته اياه تمام، ما انصابش، لكن لو انصاب بتسميها ناتشرال اكتيف ناتشرال اكوايرد اميونيتي، مناعه مكتسبه طبيعيه ومنشطه لجهاز المناعه. اه بس هذيك مش مين هذيك التطعيمات، تطعيم هو ارتفيشل، ارتفيشل صناعيه بس اكتيف حفز جهاز المناعه. تعال انت لقيتها للاجسام المضاده اللي اخذها من امه، باسيف اكوايرد اميونيتي، مناعه مكتسبه طبيعيه لكنها باسيف لانه ما صارش تحفيز لجهاز المناعه. تمام واضح؟ طب انت اعطيته اجسام مضاده بس مش عن طريق الام، من برا صنعتها في حصان، بتصير باسيف وارتفيشال اكوايرد اميونيتي، مناعه مكتسبه صناعيا وغير محفزه بواسطه جهاز المناعه. هذا حيجي تذكرها ان شاء الله لقدام. يبقى في عندنا حاجه اسمها النيت وحاجه اسمها اكواير. النيت بوصفها انها ان بور مع الولاده ونون سبيسيفيك غير متخصصه، والادابتيف اكواير وسبيسيفيك. ولما اقول سبيسيفيك لازم يصير ايش؟ ميتنج، تقابل او مواجهه ما بين جهاز المناعه والانتيجين او الميكرو. الادابتيف اميونيتي از فورمد of two arm، يعني لها ذراعين، المناعة المكتسبة لها ذراعين، واحد اللي هو الهيمورال البي لينفوسايت والثاني السيلولار اللي هي مين؟ التي والتي سايتوتوكسيك، تي هيلبر والتي سايتوتوكسيك. صارت نص ساعة؟ طيب بنكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله. نبدأ في الجدول إن شاء الله.